ولكن في النهاية هل يستطيع هيرفي لينارد يا أيمن إن هو بعد 3 أيام؟ أنت عندك، أنا زيك بالظبط، شايف إن هم عملوا، المنتخب السعودي عمل كل حاجة في هذه المباراة. هل من الممكن أن يكون هناك قوة تانية أو طاقة تانية تخليه يلعب المباراة القادمة؟ هي دي هي، هل هو يقدر يشحنهم معنويا إن هو يعملوا إنجاز؟ يحط الشحن بالظبط كده، إن هو أنت النهاردة خلاص أنت ممكن تكسب المكسيك تبقى كواليفايد، عديت. صحيح، خصوصا بعد كمان نتيجه المكسيك وبولندا التعادل، فالنهارده انت تكسب خلاص يعني عديت، هتستنى تسيب بقى الخناقه للثلاث المنتخبات الثانيه. فهي دي الفكره، هل هم هيقدروا؟ منتخب المكسيك كمان لما هيلاعب السعوديه وهيلعب معاهم بالفكر بتاع الدول اللي كسبوا الارجنتين، فالنهارده السيناريو مختلف، وكمان منتخب المكسيك من المنتخبات المتمرسه في كاس العالم، فلما بيتعادل اول مباراه المباراه الثانيه اكيد الامر هيختلف. فهي دي اللقطه. هيرفي رينار لا، ده مدرب كبير، مدرب يعني واحد واخد كاس افريقيا مع زامبيا، خلص منهم راح كوت ديفوار اللي هي كانت بتحاول في كاس الامم، واحنا خدها مع كوت ديفوار، دي كانت عقده بالنسبه لكوت ديفوار كاس الامم في السنين الاخيره. مع المغرب حتى النتائج كانت مميزه جدا. صحيح. واداء قوي، فهو مدرب من المدربين المميزين جدا في يعني في المنطقه بتاعتنا في الشرق الاوسط وافريقيا. زي ما في يعني زي ما بنقول كده احنا هنا في مصر، هيرفي نينار على طول كنا بنفاوضه في الميديا، يعني هنجيب صحيح. هيرفي نينار، لكن في الاخر ضيعناه من ايدينا اكتر من مره. فارق التخطيط وفارق العقل الحقيقه، بالزبط. كل واحد ودماغه او بالزبط. مدرسته. فهي ده التحدي اللي عند هيرفي نينار، والتحدي اللي عند اللعيبه السعوديه. يعني ممكن هيرفي نينار يحاول ويشتغل صح، يعني زي النهارده ما كريم كان بيقول ايه، هو لعب على المغامره، حط التكتيك بتاعه والهاي لاين وغامر بيها. كان ممكن الشوط الاول النهارده لو الثلاث كور دول مش اوف سايد وتلعبوا صح منتخب الارجنتين، الراجل ممكن يخرج الشوط الاول 4-0 مغلوب. فهي دي صحيح. دي مفارقات الكوره، النهارده انت بتغامر وبتشتغل، ففي توفيق ربنا النهارده، ربنا وفقه في ان هو الحاله بتاعتهم كانت كويسه. فهو ده التحدي اللي قدامه من وجهه نظري. في اغلب الوقت في الرياضه عامه مش كوره بس، اللي يغامر يكسب. صحيح طبعا، الامان الحذر زياده على اللزوم هو اللي على اللونج ران بيخسر.